يا شيكس، لقد أتيت اليوم في الموعد، فأنت تتأخر دائما. أجل أجل، ألديكم فكرة لماذا استدعانا المدرب باكرا؟ ما الذي يجري؟ العداء؟ كلا، أقصد ما الذي يحدث. أجل يا كابتن، المدرب يريد أن يحلق شعركما. ماذا؟ لا أستطيع الرؤية. هذا مخيف. صباح الخير أيها السادة، حان وقت مواجهة أعظم خصومكم في الدوري الممتاز. صباح الخير، صباح الخير الباكر جدا. كلا، ليس هذا الشخص. أيها السادة، قابلوا ديلو سانتوس، حارس المرمى الأشد رعبا في العالم. لم أقصد بيك بو، ليس مرعبا، ولكن بيك بو. أهذا ديلا سانتوس؟ هذا كم يبلغ من الحجم؟ إنه عملاق. سانتوس هو عقبتنا الأكبر في التغلب على أزول في مباريتي الذهاب. أنا متحمس لرؤيتكم تتنافسون معه. كلاكما سيحتاج بأن يكون في أقصى قواه إن أردتم بأن تحرزوا هدفاً عليه. فلديه منعكسات سريعة جداً ويستطيع حماية كل المرمى. فلنباشر العمل. لكي تقوموا بالتغلب على سانتوس عليكم بأن تكونوا دقيقين 100%. هذه ستكون بسهولة أخذ حلوى من طفل الرضيع. أجل، صد هذه. بوينو، لن تستطيع التصدي للموهبة والجمال. أخفقت في ضربتك بمسافة ميل يا شيكس. احزم الحقائب، فعلينا أن نتقابل في المطار غدا صباحا، فلا تتأخر. المتوجه إلى مدينة مكسيكو سيرحل بعد 3 دقائق. شيكس والماتادور، الرجاء التوجه إلى عمي. لم أعتقد بأنك ستكون هنا. مدينة مكسيكو لها تاريخ عريق، أردت أن أعطيك هذا الكتاب، إنها دراسة رائعة عن كيف. اذهبا، لا بأس، اذهبا. وداعا يا عمي، شكرا على الكتاب، سوف نتغلب على أزول. راستا، لماذا أزول جيدون في لعب كرة القدم؟ البعض يقول بأن أجدادهم الأزتيك قد اخترعوا لعبة كرة القدم. إنهم يؤمنون دائما بأنهم هم من اخترعوا اللعبة. مذهل، ولكن كيف أصبح سانتوس بارعاً؟ لم يسجل في مرماه بآخر 9 مباريات. لا أحد يعرف، إن أزول لا يتكلمون عن ماضيهم كثيراً. والآن عليك الحصول على بعض الراحة، فيجب أن تكون بأقصى طاقتك لكي تستطيع التغلب على سانتوس. الأزتيك معروفون باختراعاتهم وتصاميمهم المذهلة. مذهل، عندما كتب هذا الكتاب كانت مدينتهم لا تزال تحتوي على سكان. كيتزل، كازل، والآن يطلق عليها المدينة المنسية. معقول؟ أنا لا أتخيل رؤية مكان كهذا. إنه يوم المنافسة، ويا لها من نهضة هائلة لأزول. بعد 3 أيام من الراحة سنرى إن كان فريق سترايكا جاهزاً للمباريات المباشرة مع أزول. اسمع يا شيكس. ماذا؟ إنني لا أظن بأن التغلب على ديلو سانتوس سيكون أمراً سهلاً. ربما تكون محقاً. لنرى إن كان بإمكان سترايكا إحراز هدف مبكر. هذا سيكون صعبا بوجود العملاق حارس المرمى.
هايجر وكل جو ينضمان إلى كابتني في تشكيلتي. الكابتن راستا يناور بالوصول إلى منتصف الملعب. لاعبو أزول لن يتساهلوا مع سوبرسترايك إطلاقاً. انظر 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 للكابتن. الكابتن راستا لم يدع فرصة لفريق الوطني للتقدم بعد. يبدو أن إلوة دور لديه مساحة. والكابتن راستا قد انتبه إليه. يا لها من دقة. شيكس يمتلك الكرة ويبقى على الجانب. إنها كمنافسة ديفيد وغوليات. إنه يستدرجه. إنه يسدد للزاوية البعيدة. واضح أن شيكس لم يعتقد بأنها سهلة. سانتوس هو الأفضل في هذا الدوري. بقيت شباكه نظيفة لأشهر. لا أصدق، لقد كانت رميته تصل إلى بيك بول. وها هي تشكيلة أزول الهجومية القوية بفضل السيد سانتوس. يا لها من سرعة، ولكن انتظر. وحتى قدرة بيك بول على الحراسة لا تقارن بسانتوس، وأصبحت النتيجة 1-0. وضربة ركنية لصالح سوبر سترايك. كل جو يرفعها نحو المنتصف. الباتدور قد هرب من حصارك. والعملاق يحصل عليها. شيكس محظوظ بأنه لم يحصل على البطاقة الصفراء. متأكد بأن هذا قد أذاك أكثر مما أذاني. شكرا. لحظة واحدة. هيا بنا انهض. أزول يتقدمون في المباراة بنتيجة 1-0. حاولنا بقدر استطاعتنا. لقد بذلت ما بوسعك يا شيكس، أثرت إعجابي. كيف أصبحت بتلك البراعة؟ أنا أزتك كرة القدم في عروقي. سأراك في المباراة القادمة. على سترايكا أن يجدوا وسيلة لإدخال الكرة في مرمى سانتوس لاحقاً، وإلا سيعودون إلى موطنهم خائب الأمل. سانتوس، إنه كضخامة منزل وكسرعة الطلقة، كيف سنتغلب عليه؟ يجب أن نجد وسيلة. من الأفضل ذلك، لقد عملت ما بجد اليوم، ولكن ليس بما يكفي. لننتصر علينا إحراز هدف، وإن أردنا فعلينا العثور على نقطة ضعف سانتوس. أعتقد أنه ليس لديه. كل شخص لديه نقطة ضعف. أنقطة ضعفه ككعب حذاء إكليس؟ لا أعرف إكليس هذا، ولا أعلم ما علاقة كعب حذائه بنا. علينا أن نكتشف نقطة ضعف سانتوس، وإلا فسنخسر. هذا لا يصدق. سانتوس من مدينة كيتزل كازل؟ إكليس وكيتزل كازل؟ شيكس، هل أنت على ما يرام؟ فأنت تتحدث بغرابة. كيتزل كازل موجودة في كتاب عمي. سانتوس، أصحيح بأنك من مدينة كيتزل كازل؟ تسمى المدينة المنسية يا شيكس. لماذا؟ لأن الجميع قد نسوا كيف يذهبون إليها. ولكن فقط ابقى بعيدا عنها يا شيكس. إنه لا يريدنا أن نذهب إليها. هذا لا ينسى أبداً. هل تفكر بما أفكر؟ بأن إكليس يعيش في المدينة المنسية وسيخبرنا بنقطة ضعف سانتوس؟ قريب جداً. في طريقنا إلى مسقط رأس كرة القدم. لن نخيب أمل مدربنا. يوجد العديد من البقر أذان كبيرة. بل هم حمير. عذراً، أهذه المدينة المنسية؟ المعذرة، أهذه المدينة المنسية؟ كان يقول لك، هل هذه هي المدينة المنسية؟ لا، لا أستطيع أن أتذكر.
لو سمحت يا سيدي، سافرنا لمسافة طويلة للمدينة المنسية، يقال إنها مسقط رأس كرة القدم. نحن من سوبا سترايكا. سوبا سترايكا هنا في حانتي؟ نحن من سوبا سترايكا، أتينا لنتعلم طريقتكم في اللعب، لنحظى بفرصة أفضل ضد الأزول. إن كنتما فعلا من سوبا سترايكا لما أساعدكما؟ حسناً، سنخرج من هنا. حقاً؟ لا، ماذا عن السيد إكليس؟ انتظر، لن نسدي لهما خدمة بجميع الأحوال. نتحدث عن ديلوس سانتوس هنا. الرجل لا يهزم أبداً. سوف أخذكما بجولة في المدينة المنسية مقابل أحد قمصانك يا شيكس. قميصي؟ اتبعاني. مطعمي يعد نصباً تذكارياً للدوري الممتاز. مذهل! جميع قمصان نوادي الدوري الممتاز؟ تكنيكالي، ناكاما، بالمانتيري و... قميص سوبا سترايكا خاصتك سوف يكمل مجموعتي. اتفقنا إذن. مهلاً! ألا تريد قميصي؟ اتبعاني. إلى أين تأخذنا؟ من هنا، كيدنا الناس. هنا أيها السيدان، بدأت كرة القدم. ولكن ما علاقة هذا بسانتوس؟ إنه أعظم اختراع في كرة القدم. حينما كان جميع رفاق سانتوس يحاولون التغلب على الآلة ليصبحوا أفضل الهدافين، درس تحركاتها. أصبح هو الآن أفضل من الآلة. إن وجدنا نقطة ضعف الآلة، سنجد نقطة ضعف سانتوس. أتسمح؟ فلتجربا. تهدراني وقتكما. شكراً يا صديقي. كل شيء. أظنني وجدتها. الآن لليسار. هناك مفاجأة صغيرة بانتظار سانتوس. ماذا هناك؟ لم نجد السيد إكليس. يبدوان في غاية الثقة. لقد قلت لهما أن سانتوس أفضل من الآن. فليكتشف ذلك بالطريقة الصعبة. إنه يوم المباراة مجدداً، ونحن نستعرض المباراة الثانية بين سوبا سترايكا والأزول. نعود الآن لفينزيد مباشرةً في الملعب. شكراً روب. الماتادور، كيف حضرت أنت وشيكس لهذه المباراة بعد منعكما من المباراة الأخيرة؟ أعتقد أن عليك الانتظار ومشاهدة هذا بنفسك. عاش سوبا سترايكا! سيد سانتوس، سؤال سريع، هل ستخرج أحداً من الملعب اليوم؟ سوبا سترايكا جيدون، لكن ليس بما يكفي. هذا ما لدينا يا رفاق، استمتعوا بالمباراة. إنها مباراة متعادلة في المنتصف، ولكن هل يمكنهم أن يبقوا اللعب لصالحهم؟ انظر لتحركاته، نعود لكي اعتراسنا، كل جو يتجاوز الجناح الأيسر.
أحركها وأمررها. يجد الماتادور بعض المساحة. ماذا يقبل الماتادور من حيل أخرى؟ تبقى رجل واحد في هزيمته. الرجل الذي لا يهزم. ما هذا يا الماتادور؟ سوف تكون مباراة طويلة لسوبر سترايكا إن كان هذا كل ما يملكونه. لم تجبره على التحرك حتى. من الأفضل تركه يسترخي الآن. فلنركز على المخاوف الأكبر. لم يتوقع الأزول ذلك. موجة من التمريرات السريعة بين لاعبي خط الوسط في سترايكا. سانتوس جاهز لأي كان ما يعده سترايكا. شيكس يجد بعض المساحة. لا مجال للخطأ إن أراد شيكس التسديد من هنا. لن يحدث. يبدو أنها قد تكون في الشبكة. هدف! هدف رائع من هداف سترايكا الأساسي. جعل شيكس فجوة صغيرة تترك فتحة كبيرة. تسديدة مثالية. لقد فعلتها مرة ولن تتكرر. حاول مجدداً وأعدك بأنها لن تدخل. الآن لنفس ثم نعود للمنزل. كلا الفريقين يقدم كل ما يملك وكلاهما لا يعطي الآخر إنشاً واحداً. هذا النصف الأول. عدنا بعد استراحة ما بين الشوطين. بيك مو يحاول أن يقطع الكرة. انقضاض جيد ولكنها في المرمى. هدف معزول. تعادل بين الفريقين. لم يتبقى وقت كثير على نهاية المباراة. إن أراد سترايكا أن يسترجع نقاطه فعليه أن يسرع. يبدو أن شيكس مصمم على انتهاز الفرصة. إنه يسدد. إنها من حرف الداخل. لقد أنقذ الموقف. أخبرتك لن تكررها. شيكس، لا أصدق أن الشيء الوحيد الذي تعلمته كان تلك التسديدة. يا سيدي، إنه في كل مكان. يتعلق الأمر بما تعلمته في الملعب أو خلال التدريب. فكر بما تعلمته من هذه الرحلة. الأمر يحتاج لاثنين. لم يتبقى الكثير من الوقت يا رفاق. اعتراض ممتاز يا صديقي. الماتادور، اذهب إلى الزاوية جهة اليمين. هل أنت مجنون؟ نحتاج لهدف، لن نغامر. ثق بي، فقط اذهب. من الأفضل أن تكون محقا يا شيكس. يبدو أن شيكس والماتادور لديهما خطة نوعا ما. الوقت ينقض. يبدو أن عليهما أن يهاجما مجددا. كونجو يمرر الكرة إلى الماتادور. الماتادور يحتفظ بالكرة. يسدد. العمود، اضرب العمود. لقد ارتطمت بالعمود. كيف حدث هذا؟ وكيف لشيكس أن يكون موجودا هنا؟ هدف! ويفوز سوبر سترايكا بهدفين لهدف. جاله من هدف من الماتادور وشيكس. لم تتدرب على هذه الحركة من قبل. لكن كيف سددتما الهدف الثاني؟ أفضل ما تعلمته من الأزاتيك هو كيف تكون خلاقا. أخبرتك ليتنا لم نأخذهما في جولة. شاهدت المباراة على التلفاز يا شيكس. فوز رائع. شكرا على الكتاب. وكأنك قرأته خلال جدولك المزدحم. هذا مؤسف. ربما يمكنك الاستمتاع بتاريخ مدينة مكسيكو الغني لاحقا. عمي،
لكن أنت بالطبع لن تصدق إن أخبرته. واحدة هنا وواحدة هنا. أسرع أسرع. حسناً يا سوبر سترايكر، يكفي هذا اليوم، تجمعوا. قريباً سنواجه غريمنا، إنه إنفيزيبل يونايتد. ثقوا بي حين أقول إن فينس وسكارا سيفعلان أي شيء لمعرفة خطة لعبنا، ولهذا السبب سنقوم بكل الاستعدادات ليونايتد هنا في مجمع التدريب السري، وقد جعلنا الأمن مشدداً. كابتن، أنت أولاً. شكراً يا مدرب، لما هذا؟ هل ربح شيئاً؟ إنها بطاقة مفتاح أمنية جديدة لمجمع التدريب السري، ستحتاجون إليها للدخول في كل الأوقات بدون استثناءات. شكراً يا كابتن. وإياكم تحت أي ظرف أن يغيب هذا المفتاح عن أعينكم. إن فقدتموه، حسناً، دعونا لا نخمن ما سيحدث، اتفقنا؟ شكراً لك. أحرس المفاتيح جيداً. سوف أخذه معي أينما ذهبت. هذا شرف لي، أنا سوف أحرسه أين وضعته؟ ترى أين ذهب؟ أنا لم أعطيك واحداً بعد. أوه، هذا صحيح. يوم المباراة في سترايك لاند، سيتم اختبار نينجا والكوسموس اليوم. هذا صحيح يا ماك، وسوبر سترايك في أفضل حالاته. هاي سكارا، من انفينسيبل يونايتد. ها، هذه أنا كات، أتذكر؟ أنا معجبة جداً بك. أجل كات، لم أرك منذ مدة. نعم، هل وقعت لي هنا؟ بالطبع، أصبحت فتاة صالحة الآن، لم أعد أسطوك القطط. أسطوك القطط؟ هذا سيء جداً، كنت جيدة. اسمع، هذا رقمي، اتصل بي لاحقاً. نعم نعم نعم، شكراً، علي الذهاب. إلى اللقاء. ولن نكون شركاء. فريق سوبر سترايك في موضع ممتاز اليوم، سيصبحون في هيئة رائعة إن استمروا في هذا. تايجر، يبدو بولو كمشاهد هنا. يبدو أن مدى كابتن تايجر ينتهي هنا. ليس بهذه السرعة. ماذا لدينا هنا؟ يا لتحكم لاعب خط الوسط، جعل نينجا يدور حتى أصيب بالدوران. كابتن تايجر يرسلها إلى كونجو. بقي مدافع وحيد، إلى شيكس. لا يستطيع الحارس العودة، هدف رائع من شيكس ليتفوق سترايكا على الكوسموس. مهما كان ما يفعله سوبر سترايكا في التمرين فهو ممتاز بالملعب. هذه آخر مباراة لسوبر سترايكا قبل مواجهتنا، أرجو أن تراقبوهم جيدا. كأنه يتزلج على الجليد، مجال للحركة. حركة مذهلة من الكابتن راستا، يفاجئ سوبر سترايك الكوسموس في كل خطوة. فليحضر بولو الفشار ويستمتع معنا بالعرض. ها هو كولجو أمام المرمى مباشرة، أطلقها كالصاروخ، لم يتوقع الحارس حدوث ذلك. يبدو أن الأمر ليس لصالح كوسموس اليوم. يدمرون الكوزموس، كيف ذلك؟
الجواب في مجمع تدريبهم السري، قاموا بكل هذا العناء ليبعدونا عنه. لابد من سبب منطقي. بالضبط، الخطة واضحة، ندخل إلى المجمع. إذن فالسؤال هو كيف سندخله؟ نحصل على أحد المفاتيح، هل من أفكار؟ لا. أجل. مخيم سوبر سترايكا وانفيزبل يونايتد الآن مقفلان. إنها نهاية الأحلام، حيث يصبحان فريقاً منتصراً والآخر خاسراً بمواجهة عدوه الأحلام. أحسنت القول، الآن القفز للركوب على الشمس يبدو أسهل من هزيمة سوبر سترايكا. إن وجد فريقاً يمكنه فعلها فلا بد أنه انفيزبل يونايتد. الليلة استمتعوا، سنلتقي في STC صباح الغد، وإياكم أن تتأخروا. مرحباً، أنا سكارا. سكارا؟ حان وقت إخراج زي القطة من مخزنه. لست مهتمة. اسمعي، ستقضين الوقت مع لاعب الدوري الممتاز، لاعب المركز الثاني، لكنهم في الدوري الممتاز. لكن إن كان هذا لا يهمك. بالطبع، ولم لا؟ وهل أجد فرصة أسوأ لتمضية الأمسية؟ كبار الشخصيات منذ قليل. حسناً، مرحباً بك. كيف حال أجمل سيدة هنا؟ لست جيدة، لقد فقدت الآن بطاقة مروري. الليلة هي ليلة حظك. إذن تلعب في سوبر سترايكا، ها؟ نعم، بكل تأكيد. واو، وهل شيكس هنا أيضاً؟ باعه المدرب لفريق آخر. حقاً؟ لا، إنه هناك. وجدته. هل تود الرقص؟ كم أود، لكنني لا أجيد الرقص. أوه، هيا. وقت الدخول إلى مجمع التدريب السري، إياك أن تمسكي ولا تنسي سماعة الأذن. لا تنسي سماعة الأذن؟ أنا لا أدري لماذا أفعل ذلك. لأجلك أنت؟ أذكر الآن لماذا لم يعجبني ذلك الشاب. تغيير في الخطط. أحسنتِ، هيا اخرجي. استمتعوا بالعرض، ممتاز. ما هذه؟
على تلفاز سترايكا مباشرة تبثون، لكن خصومكم يرون فقط ما تريدون. هذا مثير. مرحبا يا أصدقائي، الحب في الأجواء. ليس بعد الآن. الماتادور، انتظر. فقدت بطاقتي. يا حسنا يا رفاق، تمسكوا. ضربة رائعة يا تشيكس. استعدوا لتكونوا بلا استعداد. أعطني هذا. سهل جدا. كيف فقدتها بهذه السرعة؟ في الحقيقة ربما تركتها في غرفتي. الأفضل أن تجدها قبل أن يكتشف المدرب هذا. شيكس، ربما علي الابتعاد عنك، كأنني لا أعرفك من قبل. تعال معي. ماذا كنت تفعل هنا في منتصف ليلة البارحة؟ منتصف الليل؟ كنت في سريري نائما. إذن من معه مفتاحك الأمني؟ هذا ما فكرت فيه. Invisible United يراقبنا. إن عرفت كيف تصلح الأمر سأكون في الداخل. على تلفاز سترايكا مباشرة تبثون، لكن خصومكم يرون فقط ما تريدون. يا مدرب! إن هذا جيد. كم حركة كانوا؟ عددتهم 1، 2، 3 12 لشيكس. في وقت المباراة سوف نوقفهم أياً كانت محاولاتهم. يوم المباراة في سترايكا لاند، وسيكون صراعا بين خصمين قويين من الدوري الممتاز. أقل تقدم في أي اتجاه قد يغير الموازين لصالح أحدهم. انظر إلى ما أحضرت لوكات معها، كما تحاول الاختلاط بين الجمهور. ربما ساعدت نفسها بشيء من متجر هدايا مجمع التدريب السري. بغض النظر عما يعلمون، ركزوا والعبوا بشدة. سننجح يا رفاق. لابد أن ننجح. عند 3، 1، 2، 3 سوبر سترايكا. سوبر سترايكا يسيطرون على الكرة. الكابتن راستا يشق طريقه في الملعب. يفاجئنا إنفيزيبل بتشكيلة أكثر دفاعية اليوم. راقبوا جيدا واستعد لانعطافه يسارا. من راستا إلى شيكس.
سترايكا عدم النجاح. كما توقعت. أينما يذهب شيكس يجد تصديع، وكأن إنفيزيبل يونايتد يعلمون ما يفكر فيه. أرجو أن يسجل كوسموس الملاحظات. أجل، كأن يونايتد يعلم كل حركات سترايكا. شيكس على وشك الحصول على الرفقة. الاثنان رفقة، أما هذا فهو حجر. أوه، لن يجد شيكس سبيلا مع هذا الحجر. ها، هل يعبث سوبا سترايكا مع يونايتد أم هم سيئون فعلا؟ يقود انفيزيبل يونايتد بشدة على الجانب الأيسر. أنقذها بفول. لو كان انفيزيبل اقل اهتماما بدفاعه لتمكن من خلق شيء جديد. سنعود الى تقرير ما بين الشوطين بعد هذه الرسائل. علي دخول الحمام. افسحوا لي. لا ننتفع من معرفة استراتيجيتهم ان لم تستطيعوا التسجيل. انتم دائما تفوتون الفرص. هل علي ان ابدل كل الفريق؟ إن خطتنا ناجحة حتى الآن، لكن حان الوقت لنري يونايتد أنهم شاهدوا القناة الخاطئة. مستعد يا بني؟ شيكس قد قام بتكثيف تمرينه اليوم، ويبدو أن راستا يختلق رقصة جديدة. تواصل واضح من مدرب سوبا سترايكا. يبدو كبايت بايبر يرسلها إلى كابتن تايجر. ما هذا؟ راقب، هيا راقب. الوداع. وداعا يا تشيكس، واهلا يا الماتادور. الماتادور وحيدا. لا، هدف رائع. ماذا تفعلون؟ انهم يستخدمونه كضعف. اتبعوه. لا، بل هو. أي نوع من التشكيلات هذه؟ دفاع، دفاع، هل تسمعني؟ الكابتن راستا يبدأ بالركض. إنها في الداخل. يا لها من حركة. 2-0 للسترايكر. شيكس للرأسية. كابتن راستا يهاجم ويرسلها إلى كابتن تايجر. لا 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 لا. أوه، أصبح الأمر سيئا. مستعد وأنتظر يا كابتن. لا تنخدعوا بها، إنهم يبعدونكم عن الآخرين. راقبوهم. يبدو أن يونايتد نسوا أمر شيكس. يونايتد تحت رحمة سوبا سترايكا. لعبتم جيداً اليوم. كان من المفترض أن نهزمكم اليوم. عرفنا رموزكم وأيضاً إشاراتكم. نعم، عرفتم. حك الرأس، حك الذقن، الكتف. مهلاً، ماذا تعني بنعم عرفتم؟ تعني أنكم لم تعرفوا أننا عرفنا أنكم عرفتم. لكن كيف؟ وجدنا كاميرا تجسسكم، لذا أعطيناكم ما أردتموه. اعترضنا الإشارة وأعدنا ضبطها لترسل لكم كل حركاتنا القديمة، بينما تمرنا على حركات جديدة. لقد خدعناكم. وكيف عرفتم بأمر الكاميرا؟ لقد قللت من أهمية جهازنا الأمني. عندما تختار الغش لتربح ستخسر. يا مدرب، أعدك أني لن أفقد بطاقتي ثانية. بالطبع لن تفعل.
أنتظر لحظة مقابلة دون ألدو. سمعت أنه أسطورة في اللعب. يبدو أن نادي بالمنتيري على انتظار دائم لمقابلة اللاعب إدوين. إدوين؟ من هو إدوين؟ أنت صغير على أن تتذكره، ولكنه من أحد أفضل اللاعبين في العالم، وفي يوم من الأيام اختفى عن الأنظار. ماذا تقصد بأنه اختفى؟ لقد كنت طفلاً عندما حدث ذلك. كان النهائي الدوري الممتاز. نادي بالمنتيري كان خاسراً بثلاثة أهداف، ثم عاد للمباراة وعدل النتيجة لتصبح 3-3 في آخر الوقت، ولهذا لعبوا ضربات الترجيح وسجل أزول جميع الركلات الخمسة، وجاء دور إدوين ليسجل ضربته من أجل إبقاء أمل بالما بالفوز قائماً. ونرى إدوين يسدد الكرة، ولكنها ضاعت. لا، ولقد تسبب هذا في تحطمه، وكأن الأهداف الثلاثة التي أحرزها في المباراة لم تكن كافية، وبعد ذلك اختفى إدوين إلى الأبد، والبطل أصبح سراباً. لقد قال دون ألدو إنه سيدمر سوبا سترايكا، صحيح؟ كما فعل ببالمنتيري. كيف هذا؟ هذا أسلوب هجومهم في كل مباراة، سرعة ورشاقة بشكل رائع، وهم مثل القطط، حركات ناعمة مثلي أنا مع الفتيات، أتفهم؟ لكن الكل يعلم بأنه أعظم لاعب كرة قدم في الملعب. إذن يجب علينا أن نرد على ذلك. حسناً جميعاً، حان وقت مواجهة بالما الحاسمة. لا أمي، لم تفعلين هذا بي؟ ماذا؟ حان وقت المباراة الودية التي سنلعبها على الشاطئ. رائع، انظروا إلى الحشود. سوبر سترايك الذي لا يهزم. تعتقد نفسك كابتن إدوين؟ بالطبع لا. لا تقارني بذلك الفاشل أبداً، لقد تسبب في سقوط فريقه. أنت لا تجيد لعب الكرة، تذكر هذا عندما تخسر المباراة. انسى ذلك ولتركز على المباراة. نحن لدينا مباراة ودية مهمة اليوم، فريق سوبا سترايكا الذي لا يهزم أبداً ضد فريق بالمنتيري. هل سترايكا سيجاري أسلوب بالما وخصوصاً على الرمال؟ دعونا نتابع ذلك. سترايكا في ضربة البداية، وكل جو يستلم الكرة. ابتعد عن هنا. تحكم سيء في الكرة على الرمال. الهجوم المعاكس قد بدأ، وسترايكا يحاول التصدي. بالما رشيقون جداً وأقوياء أيضاً. رائعون جداً. إن سترايكا لا يستطيع مجاراتهم، وكأنهم يأكلون الرمال. هذا مؤشر سيء للمباراة القادمة. لا يستطيع تايجر أن يقطع. يبدو أن هناك لاعباً يقظاً في سترايكا اليوم. يبدو أنهم غير قادرين بالفعل على مجاراة قدرات بالما. نيكبو يمرر. ما زالوا يواجهون صعوبة في هذه الرمال. عليك الحذر من الخدع القديمة. لم ننتهي بعد. إنه الهدف الأول، وأحرزه فريق بالما. أراك في المباراة الحقيقية يا شيكس. مذهل، لم أرى مثل هذا من قبل. كيف سنفوز بالمباراة الحقيقية؟ لدينا 3 أيام للاستعداد.
كيف سنتدرب على أسلوبهم فقط في 3 أيام؟ أجهل، كيف سندرس حركاتهم وأسلوبهم الجديد؟ سوف نجد حلاً. لقد قمت بحجز أفضل منشأة في ريو، سنبدأ هناك خلال هذه الأثناء. فلتستريحوا هذه الليلة. لماذا لا تستمتع؟ أنا أفكر في وسيلة لنواجه بها بالما. لقد فشلنا في مواجهتهم لأنهم يتميزون بالسرعة. لا تكن مهموماً لهذه الدرجة، فلتحظى ببعض المتعة. أنت توقفي. تحتاج مساعدتي. مساعدتك؟ وأنا أحتاجك. لماذا؟ فقط تعال معي وأنا سأريك. إلى أين نذهب؟ كدنا نصل. أهلاً أبي، أنا عدت. لقد أضاع الركلة الأخيرة. مرحباً يا ابنتي. إدوين، أنا اسمي هو لويزا، وهذا يكون أبي، إدوين. أبي، هذا شيكس من سوبر سترايكر، يحتاجونك. مستحيل، لن أفعل. إن كرة القدم تفتقدك، وعليك أن تصدق ذلك. أنت تضيع وقتك، عليك الرحيل. لكن يا أبي، لا يمكنك الجلوس هنا طوال الوقت ومشاهدة هذا الفيديو فقط. أنا آسف، لكننا نحتاج مساعدتك في مباراة بالما. هناك 11 شخصاً بحاجة إليك وجاهزون للعمل. إن كنت ستفعل فقم بذلك. توقف. لدي شرطان. ستفعل؟ الأول، أريد تصميماً منكم على الفوز. يوجد. ما هو الثاني؟ إن خسرتم لا يعرف أحد بتدريبي لسوبر سترايكا. أخبر فريقك بأن يستعدوا، لأنهم سيرون أقصى تدريب في حياتهم. مذهل، انظر لهذا المكان، إنه جديد. إنه رائع بالفعل. مرحباً سترايكا، أتمنى أن تكونوا نمتم جيداً. المكان مناسب جداً أيها المدرب. إنه جميل أيضاً. أجل، جميل، رائع. لقد أعجبكم، لكن لن نتدرب هنا. ماذا تقول؟ وأين سنتدرب؟ في غابات الأمازون. إدوين؟ واو. من؟ هل هذا؟ أنا أعرفكم، لكنني لا أعرفه. ما الذي نفعله؟ إنه من المستحيل أن نتعلم أي شيء هنا. هذا هو أفضل مكان للتدريب حالياً. إن أسلوب بالما يشبه أسلوب النجاة. لم يكن هناك آلات عندما كنت ألعب. هنا ستظهر قدراتكم التي لا تعرفون أنها موجودة لديكم بالفعل. وهنا سوف نوسع مهاراتكم للتغلب على بالمنتيري، وهذا ما يفعله بالما للتدرب على مهارات اللعب 3 الرئيسية: السرعة والرشاقة والتوازن. هيا جميعاً اصطفوا واستمعوا. مهلاً يا كرومبا، لن ألعب بالرمال. ليست أي رمال، هذه رمال متحركة. متحركة؟ حتى تحسنوا من سرعتكم عليكم الوصول بالكرة للجانب الآخر. هل هو جاد حقاً؟ شيكس، أنت أولاً. أنا؟ أجل، أظن أنه جاد يا صديقي.
معقول. هيا للجانب الآخر يا كول. ثانياً الرشاقة، هذا مضمار عقبات طبيعي يمر عبر الغابة ومن فوق النهر. عليكم الوصول من نقطة لأخرى باستخدام هذه الصخور والحبال بطريقكم. أنت يا إل ماتادور سوف تبدأ التدريب القادم. أنا حفظ التوازن والتحكم بالكرة على قطعة الخشب. كابتن، فعلتها فعلتها. كابتن، إن أغمضت عينك وتخيلت نفسك بأنك لست في الغابة، تخيل أنك في واحة بالجنة. هناك مخلوقات تسبح بالقرب من قدمي. غابات الأمازون أيها السادة، هنا البقاء للأكثر رشاقة، أعلى وأقوى وأسرع لأطول وقت. قمتم بعمل جيد، أنا فخور بكم، فهذا ليس تدريبا سهلا. لما كل هذا؟ الباقي لك. انظروا، أنا تنكرت. من تخدع؟ لن تحتاج اليوم للتخفي، نحن سوف نفوز. أجل، لكنكم لم تفوزوا بعد. ثم إننا، أنا ولويزا، سنحضر معكم المباراة من الملعب. وعدنا للدوري الممتاز، والمشجعون يجهزون أنفسهم لما سوف يكون. إنها معركة أسطورية أخرى بين الفريقين. أتعلم؟ سوبا ليس لديهم الفرصة للفوز. دون ألدو ظريف جداً. مستحيل، إن شيكس هو الأضرف حقاً. كنت أتوقع أنكم ستظلون في منازلكم خوفاً من بالما. ونفوت إثبات أنكم لستم كإدوين؟ مستحيل. ما الذي تعنيه بهذا بالضبط؟ لنقل إننا مستعدون جيداً لهذه المرة. للأسف لا يوجد رمال حتى تتذوقوها. إذن ترى من سيفوز؟ أبي. الفريق الأفضل. السؤال الذي يطرح نفسه، هل سوبا سترايكا وجد طريقة لإيقاف فريق بالمنتيري؟ نتمنى أن نرى مباراة مختلفة عن التي كانت على الشاطئ. أجل، لكنني متأكد أنها ستكون مشابهة. حسناً، على عكس الإشاعات التي قالت أنهم تدربوا في السر، يبدو أن سوبا سترايكا ملتزمون بطريقتهم القديمة. رائع، هذا يبدو ناجحاً، لكن ليس لوقت طويل. تمريرة سيئة، واضح أن الكرة سوف تبتعد عن جيكس. تدخل قوي من بالما. يبدو أنهم ما زالوا غير قادرين على مجاراة سرعة بالما. إن التمريرات الطويلة لن تنجح معهم اليوم. إن هذا وابل لا ينتهي من التمريرات ومهارة فائقة. هذا يكفي. كابتن راستا يتدخل.
أجل، إن تعلمت شيئاً من الشاطئ يا راستا فهذا هو الوقت المناسب. هزمة على سوبر سترايكي. دفاع دفاع. هدف لبالما. دونالدو يحرز بكل سهولة. تذكرون حديث إدوين؟ هيا الآن أريد عزيمة قوية داخل الملعب. تعلمنا على يد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة. هل تذكرون ما تعلمناه؟ نفذه على طريقة سوبر سترايكا لننتصر. سوبر سترايكا. دعونا نرى ماذا سيحدث خلال الوقت المتبقي من المباراة. كول جو يستخدم سرعته بشكل أفضل. كول جو إلى تايجر. تايجر يراوغ لاعبي بالما ويوقعهم على الأرض ويمرر لجو في مواجهة المرمى. شيكس يأخذها. ماذا؟ لا، شيكس يسددها في الزاوية اليسرى. لقد فزنا. مباراة جيدة. يبدو كأن فريقا آخر يلعب اليوم. أتظن أنه سيعود للجلوس على أريكته إن خسرنا؟ من قال إننا سنخسر؟ أيها السادة، سيكون من المؤسف ألا أراكم مرة أخرى، لذلك تحسبا لهذا أود أن أقول وداعا. جميعكم تلعبون بشكل جيد، وأنتم أفضل من قمت بتدريبهم، واستمتعت حقا بوقتي معكم. شكرا لثقتكم بي، وفخور سواء ربحتم أو خسرتم. هل تقبلون بهذا؟ إدوين، ابق معنا. واحد، اثنان، ثلاثة، إدوين! هذه المباراة ستكون لسوبر سترايكا. لا أعتقد. سأري العالم لماذا أنا أفضل من إدوين. هناك نقاش يدور بين الهدافين. أتمنى حقاً معرفة ما دار بينهما. التفوق لبالما الآن. إن سوبر سترايكا لن يستسلموا لهذا. دونالدو يريد إنهاء هذا. أعتقد أن سترايكا لن يقف صامتين أمامه. يا إل ماتادور. حان الوقت. عليك المرور أولا يا إل ماتادور. أجل، الوقت يمضي. إنه يمر. إنها حركة رائعة. والسؤال الآن، هل يمنع بالما سترايكا من التسجيل؟ أجل، انقلب الحال. كول جو يتحرر وشيكس أوجد لنفسه المساحة. هذا جنون. يجب أن أكون مستعداً. هذه لأجلك يا إدوين. هدف لا يصدق من قبل نجم سترايكا. ماك، انظر. سترايكا يفوز. النقاط تعود مجددا لملعب سترايكا مان. اوه، اجل يا صديقي شيكس، ان هذا فوزك انت يا شيكس. من وجدت إدوين واقنعته بمساعدة هذا الفريق. لقد احسنت يا شيكس. ما هذا؟ إنه إدوين. أنت؟ إنه إدوين. إدوين عاد. هل أنت إدوين؟ أنت بالفعل إدوين. أرأيت يا أبي؟ لا أحد يذكر إضاعة ضربة الجزاء. سأستعيد النقاط الثلاث مجدداً. أهلاً يا دوني. أنا أعرف شخصاً قد يساعدك. عليك أن تجتهد لتصبح أسطورة. ودعاً الآن، سأحتفل مع صديق لي يدعى إدوين. هل سمعت عنه؟ راستا، اقرأ هذا.
عاد إدوين لمساعدة سوبا سترايكا. لقد قمنا بمساعدته أيضا، وهذا جيد، جيد جدا. في ملعب سترايكا الآن، صاحب الأرض يتعرض للهجوم، وحارس سوبا سترايكا يبعد الكرة كما يبعد الذباب ويرسلها إلى بلوك، وبلوك يرسلها إلى كابتن راستا، وراستا يبحث عن زميله تايجر جو، وتايجر إلى جو في اليسار، واستقبال رائع. هذا مدهش، ويقوم بالمرور وكأنه يقوم بالرقص، ولقد أرسلها مباشرة على رأس الماتادور. صحيح، مع عرضية كولجو على المهاجمين أن يكونوا في المكان والوقت المناسبين. ها هو مجدداً. علي أن أمهدها وأقوم بتثبيتها لكي أرسلها لزميلي بسهولة. خطة رائعة. ويسدد هدف. هدف الثاني بتمريرة جو. أنا وإلماتادور سجلنا اليوم بفضل عرضيتين رائعتين من هذا الرجل. بالحديث عن العرضيات، جو، نريد الحديث معك. أجل بالطبع. كل جو، ما هو سر نجاحك اليوم؟ السر في اللحن فحسب. ما الذي تعنيه باللحن؟ إنها طريقة استعدادي للمباراة، هذا هو سري. هيا يا جو، نريد أن نعرف. هيا كول جو، أخبرنا بسرك أرجوك. كل ما سأقوله إنني أستمع لموسيقى تجعلني أصل لهذا. فلتذكر لنا اسم هذا اللحن. آسف جدا، هذا هو سري الخاص. ما أستطيع أن أقوله هو أن أدعوكم لنادي كول جو. تعالوا، فلدينا وجبات خاصة يومي الأربعاء والخميس، وإن حضرت ستحصل على اللحن، إنها دعوة تستحق التجربة. حسناً، سوف آتي. كول جو أفضل لاعب بالدوري، يقود سوبا سترايكا ليدمروا فريق التكنيكالي تماماً. والآن هيا إلى الاستوديو روب. جو الرائع قد لا يبقى رائعاً للنهاية، سأكتشف أغنيتك السرية ونسحق فريق سوبا سترايكا. ما هذا؟ آسف، هذا شيء خاص. هل أنت جاد حقاً؟ أقراص؟ استخدم جهازاً حديثاً، إنه بسعة 500 أغنية. أجل، لكن أنا لا أحتاجه، شكراً. أحب الأقراص يا شيكس. تجربة 1 2 3، ستكون أي أغنية؟ أنا آسف جدا يا رجل. لا أصدق، بفضلك أنا مع لاعبي سوبا سترايكا. أجل، رائع ها؟ إن حركاتك رائعة. مهلاً، انظروا لجو. يا جو، كيف تفعلها؟ والسبب هو أن اللحن يحركني. وبالمناسبة، لا تخبر أحداً بدخولك إلى هنا. مذهل، إن هذا رائع يا كول جو. أجل، أنا أجمع هذه الأشياء من صغري. مصباح اللافا؟ أجل، ألقي نظرة على هذه. أقراص؟ أما زلت تستعملها؟ عليك أن تلحق بالتكنولوجيا، أنا أملك. أنا لا أحتاج لهذا الجهاز، فلدي كل ما أحتاجه. هل هذا قرص لحنك السري؟ أجل، نسختك الوحيدة؟ بالطبع لا، أنا لدي 7 نسخ، ونسخة أخرى في غرفتي لكي أستمع إليها قبل كل مباراة. أيمكنني استخدامها؟ لن يراها أحد. هيا أرجوك. حسناً، أوافق.
هذا فقط لأنك تحترم الموسيقى. أخيراً، والآن لنقم ببعض المرح. إن الاختلاف لن تكتشفه الأذن البشرية، لكن الرأس يستطيع إقناعك بأي شيء. ألن يلاحظ الفرق؟ ألم تسمع؟ قال إنه لن يكشف. أنتم بحاجة لبعض من المجازفة. أصمتوا، شاهدوا وتعلموا. والآن كول جو سيصبح عديم الفائدة. يوم المباراة، حان الوقت لتشغيل لحن. علي أن أمهدها وأثبتها وأرسلها بسهولة. لاند وسوبر سترايكا ضد تكنيكالي. وراستا يتجه لليسار ويعرضها لكل جو. علي أن أمهدها و... كان ذلك تعاملاً فاشلاً مع كرة لكل جو. أتفق معك، يبدو أن جو يفقد تركيزه اليوم. لم أره يفقد تركيزه من قبل. إن الخطة تعمل. واضح أن كل جو يعاني. أشعر بشيء خاطئ. افعلها، مرر الآن. سوف أرسلها بسهولة. ما خطب كل جو؟ وبهذا الصوت تنتهي المباراة بنتيجة التعادل. أظن أن المواجهة سوف تحسم في الأسبوع القادم، صحيح؟ على سوبا سترايكا أن يسعى لإعادة كول جو إلى حالته مجدداً. سوف نستعد لنكون جاهزين بلقاء العودة. خطتي تعمل بشكل جيد، سنفوز في مباراة العودة. ماذا حدث؟ نحن لا نتدرب يوم الإجازة. لدي مفاجأة لكم جميعاً. أتمنى أن يكون الإفطار، فأنا جائع. انتظر لترى. كانت مباراة تكنيكالي سهلة، لكننا أضعنا فرصاً كثيرة، ولهذا السبب نحن هنا. هذا الجهاز جديد ويسمى أرض المباراة، وصنع لكي يتعقب سرعاتكم ومهاراتكم كما في الحقيقة. الجهاز يسجل المعدلات ويتابعها بتغير الموقع. إن توقفتم هو يتوقف، وهدفكم السيطرة على الكرة طوال الوقت، وفي نهاية التجربة ستسددون الكرة وتصيبون أحد الأهداف على الحائط، ونقاطكم سوف تحدد مدى استعدادكم للمباراة القادمة. هل فهمتم؟ جيد أنني استمعت للحن قبل المجيء لهنا. إنه كنزهة بالحديقة. إن هذا الجهاز أشبه بألعاب الفيديو. يشبه نزهة الحديقة؟
حسناً يا تايجر، أنت ستبدأ أولاً. أمرك يا كابتن. هيا. أنت جاهز لمباراة العودة. شكرا لك. كول جو، أنت التالي. مهدها، ثبتها، أرسلها بسهولة. مهدها، ثبتها، أرسلها بسهولة. مهدها، ثبتها، أرسلها. لا، مهدها، ثبتها، أرسلها. لا. إنني لا أصدق. هذا غير منطقي. أنت بخير؟ ما الذي حدث لك؟ لا أدري، يوجد خطأ ما. ربما عليك أن تستريح قليلاً. أنا بخير يا كابتن. من التالي؟ شيكس، دورك. ماذا لو لحني لم يعد يعمل؟ ماذا لو لم أعد صالحاً للعب؟ لا أصدق ذلك، كان مرتبكاً للغاية. لا تقلق، سأساعدك لمعرفة الأمر. شكراً، ولكن الوقت يمر، علي أن أستعد. أياً كان الأمر، سأكتشفه. لقد كان بأفضل حال. أنا لدي فكرة رائعة. هيا يا سبينزا، لنفعلها. شيكس ترك هاتفه هنا. أغلقنا. أنا أعرف، كول جو هو من أرسلني. وقال لي قل لستيفي أن يسمح لك بالبحث. هل أنت ستيفي؟ أجل. إذن فلتدعني أدخل لأبحث. هنا في سترايك اللالا، جماهير الدوري الممتاز أتت من كل مكان. ومن سيرحل مبتسماً؟ سوبر سترايكا أم فريق تكنيكالي؟ كم أتمنى أن ينجح فيما يقوم بفعله. إن لم يعطيني الكرة لن أسجل، وهذا سيء. هيا يا سبينزا. سري؟ حسناً، أنا العين السرية. سيبذلون قصارى جهدهم لهزيمة يونايتد، والآن سوبر سترايكا يفتقد أروع لاعب في الفريق، الأسطورة كولجو. هل سيقدم المطلوب في مباراة العودة أمام تكنيكالي؟ علينا أن نرى. هذا غريب. وجدتها. هيا، مهدها، ثبتها، أرسلها بسهولة. مهدها، ثبتها. سبينزا، هل وجدت شيئا؟ وجدت، إنه لم يخسر لحنه. هذا رائع، كيف نساعده؟ أعرف من الذي قام بذلك. لقد ماذا؟ سبينزا، أجب. لقد انقطع البث، ليس الآن. علي أن أذهب إلى سترايكا لاند. وها نحن الآن في مباراة العودة بين سوبر سترايكا وتكنيكالي. هل استطاع سترايكا إعادة كول جو لمستواه مجددا؟ كول جو، اسمعني، لا حاجة إلى أن تقلق على لحنك. من قال إني قلق؟ أنا بخير، والآن اذهب مكانك والعب جيدا. لا تقلق بشأنه، لم يكن يقصد. والآن اسمع، لدينا مباراة ويجب أن نفوز بها. أمرك يا كابتن. كول جو،
أنا بخير يا راستا. كان شيكس يحاول مساعدتك، إنه يحبك. اسمع، إن الخطوة الأولى لحل المشكلة هي الاعتراف بوجودها. راستا، لا أستطيع استعادة لحني ولا شيء يعمل الآن. إنه سيعود إليك، أنا لا أشك بذلك. قدم أفضل ما لديك. أول شيء سأفعله هو أن أوجد لشيكس موقعاً للتسجيل. هذا هو العمل الصحيح. النص سيكون حليفنا. هيا هيا، علي الوصول قبل نهاية المباراة. ما هذا؟ يبدو أنه لا يقدر على الانطلاق أو التمرير. الكابتن راستا ينطلق في وسط الميدان، يرسلها إلى لنجرب مجدداً. هل يستطيع أن يمرر هذه الماتادور؟ كل جو، أنا هنا. إنه يخطئ. وتصل إلى كابتن الفريق، لكنها متأخرة جداً. وهذه نهاية الشوط الأول. هل تظن أن المدرب سيبقي على كل جو في الشوط الثاني؟ واضح أن الأغنية لم تعد تعمل. استمعت إليها قبل المباراة الأخيرة وقبل أن أخوض تجربة الجهاز، ونفس الشيء في هذا اليوم. علي أن أجرب أمراً آخر، وإن لم ينجح ذلك سأضطر للاستسلام. أحتفظ بهذه لحالات الطوارئ. هذا ما أتحدث عنه. أجل، أخيراً أجل. أها، سأضعك ضمن الاحتياطيين. يا كابتن، قد عاد لحني. أخذت فرصتك، نريد الفوز بالمباراة. كابتن، فلتصدق؟ لقد عاد حقاً. سيحقق لنا الفوز. يا كابتن، إن كنت سيئاً في الخمس دقائق الأولى سوف أستبدل نفسي وأشجع من الخارج. لا تجعلني أندم على هذا. عدنا مع الشوط الثاني، ولكن السؤال هو، هل سيعود كل جو في الشوط الثاني؟ الكابتن راستا رائع، إنه يمر بمهارة. علي أن أمهدها. لمسة مذهلة، والآن سأثبتها. وعندما أرسلها ستذهب بكل سهولة. وعرضية دقيقة لا تحتاج إلى لمسة. لا 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 لا، لا يفترض أن تنتهي المباراة هكذا. يبدو أن ملك الأرض يلعب القطران. التذكرة. ليس معي تذكرة. لا دخول دونها. اسمع، من المهم للغاية أن أدخل إلى المباراة، فإن شيكس هو صديقي المقرب. لا يهمني هذا، لا دخول دونها. ماذا علي أن أفعل؟ الوضع أصبح بشعاً على الفريق صاحب الرداء الأصفر، لكنه جميل على أصحاب الرداء الأحمر. وهدف آخر لسوبر سترايكا. أداء لا يصدق في الشوط الثاني من الجناح الأيسر لفريق سترايكا. إن كل جو قد عاد أخيراً. لقد أضاف 3 أهداف أخرى لسجل فريق سترايكا. نراكم الأسبوع المقبل مع سوبر سترايك المدمر. يا رفاق، تلاعبوا في الأقراص ولهذا خسرت اللحن. نعرف يا سبينزا، كل جو أدرك ذلك. لو أمكنني أن أجد الذي فعلها. ها؟ متأكد أن هذا الرجل هو من فعلها. وجدت هذا على حائط الغرفة، قام بدسه في ليلة الحفل. هو من فعلها. يا شيكس،
أعتذر عن طريقتي معك اليوم، لقد كنت تحاول مساعدتي. صناعة 3 أهداف لي كان اعتذاراً كافياً. لو كان لديك جهاز حديث مثل ما لدي لما حدث كل هذا. استعادة لحني لا يعني أنني سأتخلى يوماً عن أقراصي المدمجة، هذا مستحيل. المشهد مذهل هنا في سترايك اللان. سوبا سترايكا يظهرون للجميع الآن أنهم الفريق الأفضل، والكابتن راستا يظهر لنا أنه القائد. الماتادور وتويستنج تايجر يقومان باختراق الدفاعات. راستا يمرر لتايجر. أنا أمزح. ويمرر إلى كابتن راستا القائد. واو، إن راستا يلعب مباراة كبيرة. الآن يا شيكس. شيكس يسدد. هذا رائع، مع قيادة كهذه سوبر سترايك لن يهزم. مباراة جيدة، كان هدفك رائعاً جداً يا شيكس. شكراً يا كابتن. راستا، أحسنت، وقيادة عظيمة في الملعب. لقد أحسنتم جميعاً. استمتعوا بإجازاتكم ومارسوا حياتكم بالخارج، فالبطل الحقيقي يتأقلم مع كل التحديات داخل الملعب وخارجه. واحرصوا ألا تفعلوا أي شيء قد يسوء لكم. انطلقوا. هذه لك. وما هذه؟ إنه طوق للنجاة، قم بنفخه فقط. ستذهب مع بلوك للشاطئ. أجل. رائع، لأنك ضخم وكبير. استخدم الطوق، فلا نريدك أن تغرق. هيا يا الماتادور لنلعب. شيكس، نحن في عطلة، فلتسترخي لبعض الوقت. قم بوضع هذا الآن قبل أن تحترق من الشمس. ماذا؟ حسناً، سوف أساعدك. وهما بالطبع سيقودنا للسؤال حول مدرب ناكاما وخطته، ولكن مباراة سترايك القادمة ستكون مثيرة جداً. هذا صحيح يا ماك، سيكون اختباراً حقيقياً. على راستا أن يحضر الفريق للتحدي. لا أظن أنها ستكون صعبة علي. ولما تظن ذلك؟ لأن الكابتن راستا جاهز دائماً، وبالتأكيد يمرن الفريق بينما نتحدث. عليه أن يمرنهم جيداً، لأن فريق كوزموس أعلن عن مؤتمر صحفي ليعلن عن مفاجأة. صحيح يا بوبي، هناك تغييرات كبيرة. لقد أعلن كوزموس عن ضمه للنينجا لتشكيلته. دعونا نذهب الآن لبن زيد ليخبرنا. بن؟ الخبر صحيح، فبضم نينجا إلى تشكيلة كوزموس حقاً سيجعل الفريق أقوى بكثير. والتقيت بنينجا وقال لي الآتي: فريق سوبا عليهم أن يخافوا. حقاً؟ بالتأكيد، سوف نهزمهم ونرسلهم ثانية لدوري الصغار. أجل، دوري الصغار. ألا تظن أن هذا التصريح سيعطيهم الحافز للفوز؟ لا يهمني ما يفكرون به، إنهم ليسوا في مستوانا. حسناً، لكن ترايكا سوف يهزم، وهذه المقابلة انتهت. أجل، لقد انتهت. حسناً، كما رأيتم معي، والآن سنعود إلى الاستوديو. هل طلبت رؤيتي؟ أريد أن أتحدث معك عن إجراء تغييرات على تشكيلة الفريق. مثل ماذا؟ أولاً، أفكر حول شارة القيادة. راستا، ما الأمر؟ أغلق الباب. آه.
لقد وصل. هذا سهل جدا كضربة الجزاء. كان هذا قريبا. ساعدني. خذي علي. مهلا، كيف تفعلان ذلك؟ تربينا أنا وسبنزا على هذا معا، من الشوارع وصولا إلى الملعب. مهلا، ترى كيف هو التمرين مع كابتن راستا؟ إنه كالآلة، بوجود راستا في سترايك اللاند لا يمكن إيقافنا. أين أنا؟ لقد بقيت نائما ليوم كامل. أنت رجل محظوظ للغاية. من الواضح أن عملك على هذا الكوكب لم ينتهي. أنا مدين لك بحياتي. جائزتنا الوحيدة هي أن نراك تتعافى نهائيا وتعود لتتصدى للتحديات التي تضعها الحياة. أشعر أنك قائد عظيم. عليك أن ترتاح هنا وتترك الوقت يفعل سحره. شكرا لك على حسن ضيافتك، ولكن علي العودة إلى سترايك اللاند من أجل المباراة. تحلى بالصبر، هيا سر معي، فالهواء المنعش بالخارج مفيدا. كل شيء سوف ينهار، وبما أنني الكابتن فعلي أن أعود في الحال. عليك تعلم القيادة، ليس بجسدك فقط بل بعقلك، وهذا أفضل. مهلاً، ما خطب الببغاء؟ إنه لا يأكل. أنت عنيد جداً مثل الببغاء، وتتصرف بسرعة وبعدوانية زائدة. إن تعلمت الصبر فبدلاً من ذهابك له سيأتي هو إليك. أجل؟ أرأيت؟ الصبر يجعلك قادراً على تحقيق أي شيء. لقد فهمت، وأشكرك على كل حكمتك وحسن ضيافتك. فريق سوبا عليهم أن يخافوا. بالتأكيد، سوف نهزمهم ونرسلهم ثانية لدوري الصغار. أجل، دوري الصغار. ألا تظن أن هذا التصريح سيعطيهم الحافز للفوز؟ أعتقد أن استبدال راستا ببيج بو خطأ كبير. إن الفرق الأخرى تجري تغييرات كبيرة وعلينا أن نحذو حذوهم. غير صحيح، إن كان جيداً فلماذا نغير؟ بو يملك حضوراً أكثر مهابة. تتعلق القيادة دائماً بالعقل والجسد، وراستا يمتلك الجسد بالإضافة لقدرة عقلية لقيادة الفريق دائماً. ربما، لكنه القرار المناسب، كما أن هذا قراري أنا. إن أخفق في مباراة كوزموس، سنعطي إشارة القيادة لبيج بو. جيد. إن أبقينا الكرة في الهواء، سنملك الأفضلية، وهكذا لن نفقدها. لماذا يا نينجا؟ لأنها بالطبع لن تعلق في الوحل.
نجرب هذا. لقد عدت يا كابتن على كوزموس لاستعداد لقوة فريق سوبا سترايكا. نحن في سترايكا لاند والملعب ممتلئ يا ماك. أجل، إنها المباراة الحاسمة وخصوصاً مع هذه الأمطار. إنها تمطر منذ يومين، وبالتأكيد هذا سيكون أفضل لأسلوب لعب فريق كوزموس. أجل، ولكن سوبا سترايكا سيهزم أسلوب النينجا نهائياً. ما هي أخبار إصابات سوبا؟ لم يعلنوا أي اسم، إنهم بكامل قوتهم. دعنا نتأكد من ذلك. بولو، أنا وراءك. راستا يا صديقي، هل ستأتي للنادي الليلة لنحتفل بالنصر؟ ليس بعد، كل شيء بوقته. ماذا؟ عليك أن تأتي. فوز وموسيقى حية وكل شيء رائع. التركيز أفضل، نفكر في الفوز والاحتفال لاحقا. التركيز هو اسمي، نحن أسرع وحركتنا أفضل كما أننا أجمل. أنا جاهز للاحتفال. سنخرج لنحقق النصر. راستا، هل أنت بحالة جيدة؟ بالطبع، دعنا نخرج إلى الملعب ونفوز. بالتأكيد أيها الكابتن. ظننت أنك خرجت بالفعل. كدت أن أنسى هذه. أرهم لماذا تستحقها. نينجا. أحدهم يعاني من الإصابة، كما أنهم يملكون جوارب ناعمة. هيا يا راستا، يمكنك فعل هذا. حان وقت اللعب. إن إلماتادور تمنى سقوطك من الجبل كي يقوم هو بالاحتفال. هذا مضحك، هل تريد أن تصبح كوميديا؟ التزم الصمت يا كولجو. كفى، نينجا سيقسو علينا. واسمعوني جيدا، إنه يملك بعض الخدع الشريرة، ونحن نملكها أيضا. إن هذه أرضنا ولا يمكن لأحد أن يهزمنا فيها، صحيح يا بلوك؟ احذروا واستعدوا. ستقودنا وسنتبعك. سوبا سترايكا جاهزون. 1، 2، 3، سوبا سترايكا. ابحثوا عن المصاب واكتشفوا نقطة ضعفه. تخلص منهم وانطلق بسرعة وابحث عني ومرر لي. لنرى كم هم بارعون حين لا تلمس الكرة الأرض، فلن يعرفوا أبداً ما أصابهم. فريق كوزموس يقفزون حول الملعب وفوق البرك المائية، وكأنهم يمشون على الماء، بينما يبدو أن لاعب سترايكا في حيرة من تحركاتهم. أوه، حظ سيء. إن كوزموس يسيطرون على الكرة كلياً بأسلوب لم نره من قبل. فلاعب سترايكا يعانون اليوم لأنهم سيمتلئون بالوحل طوال المباراة. لم يلمس لاعب سترايكا الكرة حتى الآن. إن هذا محرج جداً يا ماك. ماك، الوقت يمر وسوبا سترايكا لم يخرج من حصار كوزموس. هجوم آخر على سوبا سترايكا. هذا يكفي. أوه،
شيكس يتدخل وبيكو يمسك الكرة. هل هذه فرصة الأحمر؟ الكابتن راستا يمسك الكرة أخيرا. إنه يبدو عليه الإصابة. أمسكته. علي أن أكون قويا، الفريق بحاجة إلي. دفاع مذهل من نينجا. لا أعرف ما كان يحاول راستا فعله. مستحيل يا كوزموس، مستحيل. تعامل جيد من كابتن فريق سترايكا. أخيرا يهاجمون مع الكابتن الذي يقوده. تشيكس هيا. أنا معك يا كابتن. يمكننا فعلها. تلك كانت عرقلة سيئة وخطيرة. كابتن سترايكا يسقط. وسيحصل نينجا على عقوبة بسبب الخشونة المتعمدة. لا، ليس الآن. لقد أصيب ولن يكمل المباراة. إن تعلمت الصبر فبدلا من ذهابك له سيأتي هو إليك. وجدتها. بيك بو، سوف أخرج الآن. لم يبق الكثير. واصل يا راستا، إنك تستطيع. لن أقدر على فعل أي شيء اليوم. نحن بحاجة لقيادتك. وسوف أفعل، فلتسمعوني. إن الصبر هو مفتاح الفوز بالمباراة، فلن يتم استبدالي بأي لاعب ليعتقدوا أننا ناقصين ويزدادوا غرورهم وقتها. سنستدرجهم وننتظر حتى يرتكبوا الخطأ. إنها مخاطرة. دعهم يأتون إليكم. إن كابتن راستا يخرج من الملعب. لن يجروا تبديلا. هل هم مجانين؟ حسنا، هذا من أجلك يا كابتن. شارة القيادة الآن مع بيك بو. إن عددهم ناقص، يبدو أن هناك إصابات أخرى. ماذا سيفعل الأحمر؟ هل سنفعلها الآن من دون راستا؟ لنرى ذلك. الكابتن تايجر ينتظر الكرة. هيا التقطها. لكن الكرة تنزلق على الماء. العقرب الطائر الآن. تقدموا. احذروا يا سوبر سترايكا، المشاكل قادمة. الحارس يسقط أرضا. انظروا إلى هذا. لا. لقد تصدى لها الصخرة. هيا. جيكس ينطلق وحيداً تماماً في موقف سليم. ينطلق بالكرة، يسدد. لا، يعيدها لي الماتادور ويسجل هدفاً. لا، مهلاً، علقت الكرة في الواح. وسيبدأ السباق. أيستطيع جيكس رد الجميل لقائده؟ هدف! يا لها بالمباراة، إن الأمر لا يصدق. نتمنى استعادة سترايكا للاعبهم راستا للمباراة القادمة. كان ذلك رائعاً حقاً. هل رأيتم وجه نينجا بعد الهدف؟ يا صديقي، من أين لك بهذه الخطة؟ كانت خطيرة جداً، لكن نجحت بالنهاية. الشرف والثقة. الشرف والثقة. الشرف والثقة. الشرف والثقة. أحدهم قام بإذلال على عصبة ناكاما. وأول مرحلة للانتقام على وشك أن تنفذ في سترايكا لاند. سيكون رائعاً مواجهة فرقتك القديمة، صحيح؟ أجل، فلاعبنا كاما هم الأفضل، لكن أولاً نهزم فريق كلوسيوس. أنت تعلم الكثير عن ناكاما، صحيح؟ أجل،
أتشوق لرؤية ميكو تشين، إنه أحد أفضل أصدقائي. أها، لكن يمكنك أن تبوح لنا ببعض أسرار فريقنا كاما. سيفوز فريقنا بكونه أفضل فريق في المباراة. بالتأكيد يا صديقي، والآن عد إلى تمشيط شعرك. حان وقت اللعب. 1 2 3 سوبر سترايكر. يوم المباراة على سترايك اللاند، وكلوسيوس يفضل المغادرة بالنقاط، لكن عليهم العمل بجد لهزيمة سوبر سترايك على أرضهم اليوم. راستا مع الكرة، ينتظر فرقته لتايجر. دائما خيار جيد. فلتصد هذا. لم أرى أحدا يوقف تايجر بهذه السهولة. هيا يا تايجر، أرنا ما لديك. يبدو أن تايجر ضائع هناك اليوم. فريق كولاسيوس يوقفه مع كل خطوة. هذه كرتي. الرجال باللون الأحمر بنوا الهجمة جيداً. يمكن لتايجر أن يقلب المباراة لصالح سوبر سترايكر. إنه مليء بالمفاجأة دائماً. يا لها من حركة القمة بها تايجر. بغض النظر عنها، لكنه لا يبدو متحكماً بشكل كامل. هل يمكن أنه يشعر بالضغط لمواجهة فريقه القديم الأسبوع المقبل؟ إنها مباراة مختلفة تماماً. يجب أن يكتشف كيف يتكيف مع هذا الدفاع. الوقت ينفذ. ضعوا الكرة في قلب تلك الشبكة. يرمي راستا الكرة لتايجر. هل لديه أي مهارة متبقية لا يمكن لهذا الدفاع إيقافها؟ تأقلم يا تايجر، قم بأمر غير متوقع. هيا يا تايجر. مباشرة عبر الدفاع. لقد أخذها شيكس. وأخيرا هدف جميل سجله شيكس. مع الصفارة فاز فريق سوبر سترايكا. أنت اسمعني يا تايجر، لا تقلق بشأن ذلك. كما لو أن كلوسيوس علم كل خطواتي. هيا، كيف لهذا أن يكون ممكناً؟ مهلاً، عندما تقابل أورا جيري اشكره على فيديو التدريب خاصتك. ماذا؟ رغم أنه لم يفدنا بشيء. إذن هكذا استهدفك لاعب كلوسيوس؟ كورس التدريب خاصتك؟ ليس لدي قرص للتدريب. ماذا؟ أورا جيري. ماذا قلت؟ أورا جيري كان مدرب القديم، إنه الوحيد الذي سيفعل هذا. لكن لماذا؟ أعتقد أن مغادرة اللاعب لفريقنا كاما قلة احترام. هذا هو انتقامه. إذن ماذا يعني هذا من أجل مباراتنا؟ لا أدري، الوضع سيء. إذا احتجت حركات جديدة، أنا هنا من أجلك. هذا حقاً هو سبب لعبي مع سوبر سترايكر. هذه أخبار جيدة عن نصر سوبر سترايكر اليوم على كلوسيوس. فبالرغم من التمريرة الأخيرة، فقد حظي تايجر بمباراة رهيبة. اكتملت المرحلة الأولى، الآن المرحلة الثانية. الشرف والثقة. الشرف والثقة. لقد خاننا واحد منا. أنا آسف يا ميكو، مصادري أخبرتني أن صديقنا القديم تايجر قد أخبر فريق سوبر سترايكا عن إصابتك. إن تايجر لن يخونني أبداً. لقد خاننا جميعاً. لكن يا معلمي، إنه مثل أخ بالنسبة لي. أجل، لكن ما الذي قد يفعله المرء ليفوز؟ Thank you.
بما أنهم صنعوا قرصاً رقمياً عن حركاتك، ستخبرنا بأسرار ناكاما، صحيح؟ كلا! لعب ناكاما هم أشخاص جيدون، لن أخونهم بسبب صنع أوراجيري قرصاً عني. سيصل فريق ناكاما الليلة، سنحضر صباحاً مؤتمرهم الصحفي، ثم بعد الظهيرة سنواجههم. شيكس، نعم؟ هل يمكنك البقاء معي؟ هذا مؤكد. هل تعتقد أن كلوسيوس وضعني تحت الضغط؟ ففريقنا كاما يعلم كل حركاتك. رأيت برنامجاً في الحياة البرية، كان يتكلم عن صيد النمور، يمكن أن ينفعك. يحاوط فريسته، يوقعها، ومن ثم يهاجمها. الآن أنا حقاً نمر. شكراً على المساعدة. تايجر، ماذا؟ كيف حصلت على لقبك؟ عندما انضممت إلى ناكاما، لعبنا ضد كلوسيوس. كنت أجري للخلف لأصد التمريرات الخطيرة. أنا وزميلي في الفريق سقطنا، وكلانا أصيب. أصيب في قدمه، وأنا أصبت في ذراعي، وأصبحنا كالإخوة. ولعدة مباريات كان علي ربط ذراعي لأنها تؤلم بشدة، وبدأت بالتلوي لحماية ذراعي، فالمدافعون لا يمكنهم مجاراتي. وبعدها بقليل أصبحت لاعباً مشهوراً. أرجوك لا تخبر أحداً لماذا أرتدي هذه دائماً على معصمي. بالتأكيد، أكان زميلك بخير؟ أجل، إنه بخير. أنا مسرور، من كان؟ لنعود إلى التدريب الآن؟ سيداتي وسادتي، أقدم إليكم أكثر فرقة قوية وموهوبة في الدوري الممتاز. إنه نادي ناكاما. لا مخاوف. بالطبع يا أصدقاء. نحن نترقب المباراة القادمة لكي يربح الفريق الأفضل. سعيد لرؤيتك. رغم أننا خصوم، لكني أتطلع لمشاركة الملعب معك ثانية. ميكو؟ لا، أنا لا أفهم. فريقي لا يتكلم مع الخونة يا تايجر. خونة؟ ما الذي تتكلم عنه؟ أنت أخبرت فريق سوبسترايكا عن أسرار ناكاما، وهذا لا يغتفر أبداً. من غير الممكن أن يفعل تايجر هذا. أعلم هذا وأنت تعلمه، لكن لاعبو ناكاما لا، والآن يريدون الانتقام. يا رجل، إن هذا سيء. علي إيجاد ذلك القرص وإثبات أن تايجر جيد وأوراجيري هو المغفل، صحيح؟ بالضبط. عين سبينزا دائماً في خدمتك. أين ومتى سأبدأ بالضبط؟ عليك البدء حيث يتسكع فريق كلاسيوس. يوم المباراة على سترايك اللان. لدينا معركة رائعة بين فريقين من العيار الثقيل في الدوري الممتاز اليوم. اليوم في المؤتمر الصحفي يمكنك الشعور بالتوتر في الأجواء. أظن ذلك كان قليلاً من تقنيات اللعب بالخصم. لا شيء خطير. لا أدري بشأن ذلك يا مات، فزملاء الفريق القديم لا يبدون على وفاق. أتخطط لبناء منزل صغير في ستراكالان؟ والآن إلى الجزء الودي من المباراة، حيث ينحني لاعبون كاما لخصومهم حسب التقاليد. أياً يكن ما قلته، حسناً، علينا أن نقول الآن هذا ما أدعوه توتراً. أظن تايجر سيواجه وقتاً عصيباً ضد زملاء فريقه السابقين. ماذا؟
لك ما يحاول الضغط على لاعبي وسط سترايك. رغم التوتر بين الفريقين، فاللاعب الذي يقدمه لك ما نظيف. ميكو تشين لديه مساحة. ميكو تشين سريع جدا أمام الدفاع. حركة جريئة من بيك بو ويضغط عليه. الرمية مرتفعة، أرسلها فوق المرمى، والنتيجة ما زالت تعادلا سلبيا في الوقت الحالي. أين ذهب فريق كولوسيوس عندما كانوا هنا؟ عليهم أن يأكلوا. لا يضيع بيكو أي وقت في ركل الكرة لوسط الملعب. يأخذ نورث شو وقته بينما يتموضع اللاعبون. المجال أمام تايجر مفتوح، وهو يواجه زملاء فريقه القديم. كان ذلك وشيكا، يحرك لاعب سوبر سترايك الكرة سريعا في الملعب. يا له من إنقاذ! كان لنا سوبر سترايك فرصة التقدم بهدف للا شيء. رغم أنهم أحسنوا، إلا أن مدربنا كما ليس سعيدا. والآن علي إيجاد الكرسي قبل أن يضغط فريقنا كاما على تايجر. هذه هي. المحقق الجيد يعود دوما لمسرح الجريمة سترايك لاند. سأذهب إلى هناك بسرعة. حسنا، يجب أن أذهب إلى هناك بسرعة. يلعب فريقنا كما لو أنه متأخرون بخطوة عن تايجر. يتباهى تايجر ببعض حركاته أمام زملاء فريقه القديم. الحقوا به. أصبح تايجر محاصرا بين المدافعين كما الشطيرة، وأصبح تايجر في أسفل هذه الكومة. يبدو متعبا يا ماك. أنا لست واثقا. إن كان ذلك اصطداما عرضيا فقط. لماذا قللتم احترام تايجر؟ إنه صديقك الحقيقي. الصديق الحقيقي لا يخبر أسرارنا كاما لسوبر سترايك. لا شرف، لا ثقة. ماذا؟ لقد فهمت الأمر بشكل خاطئ. يبدو لي أن فريقنا كاما حصل له تغيير، فهم دائما يحاولون الضغط على تايجر اليوم. موافقك الرأي. أصبحت الكرة مع ميكو تشين، يتموضع ويسدد هدف. يا لها من معركة، سجل لك ما أولا. يمرر كولتو الكرة إلى شيكس. لا يجعل لاعبنا كما الأمر سهلا في الوسط أو في أي مكان إن كان ذلك مهما. ها هو فريقنا كما مع محاولة أخرى. متأخرين بهدف. لدى سوبر سترايك الكثير من العمل للقيام به في الشوط الثاني. إن لم يحسن تايجر لعبه، قد يضطر مدرب الاستبدال. إنهم يدمرونه في الملعب. ميكو. ماذا؟ لا يلعب فريقنا كما بشرف، ليس كالفريق الذي كان سابقا. هل أنت بخير لتلعب؟ أوري جيري ذاك لقد لعب بعقول لاعبيه. إنه مجنون جداً، وهم يلعبون بجنون. أنا سأكون بخير. يستهدفونك بقوة. إن لم تكن حذراً في الخارج فلن تلعب في المباراة القادمة. سأتدبر ذلك، أنا جاهز للفوز. وجدتها. واه
التضحيات التي أقوم بها من أجل عملي. ماذا؟ أعزائي فريق كلاسيوس، هذا كل ما تحتاجون معرفته عن الكابتن تايجر، صديقكم أورا جيري. سوبر سترايكر! جيك! إيل ماتادور! سبينزا! إيل ماتادور! لنذهب! أنت ستأتي معي! حسناً، هذا سيتكفل بالأمر. صحيح. ابذلوا كل جهدكم، يمكننا الفوز. سوبر سترايكر! فتح فريقنا كما مواقعهم ضمن الملعب. لقد فعلوا ذلك حقا. يبدو هذا لعب فريقنا كما القديم. يبدو ان ميكو تشين يبدي اهتماما فائقا بصديقه القديم. هل انت بخير يا اخي؟ اجل، لكن انت لماذا غيرت رايك؟ لم اغير شيئا. الماتادور ساعدني انا وناكاما في اصلاح بعض الامور. الماتادور قام بإصلاح ماذا؟ لا أدري عما أتكلمان في الأسفل، لكن أظن هذه المباراة ستحدد بناء على المهارات لا العراق. عجباً! يا له من إنقاذ من ميكو! يا لها من تسديدة مذهلة من ميكو تشي! اللعبة السبيلة قد عادت! مع 30 ثانية متبقية! هل يملك تايجر شيئاً يفاجئ به زملاء فريقه القديم؟ ما هذا؟ تايجر يقوم! حسناً، إنه لا يلتوي! لقد علق ساكوراما فيه! قلبي عاصفة تايجر! هدف! هذا مذهل! يعادل سوبر سترايكر نتيجة! مجدداً مع ثوان قليلة متبقية! عجباً! يا لها من طريقة لإنهاء المباراة! يا لها من مباراة جيدة! ستسجل هذه المباراة في الكتب كتعادل! لكن في رأيي كلاهما فاز! آسف على ظني بك. نعلم الآن أنك بقيت محافظاً على تقاليد ناكاما. لم يكن اللعب مع سوبر سترايك عدم تشريف للماضي، كان عبارة عن بداية جديدة. أنقذت أنا الموقف! صحيح؟ ميكو تشين، ابتعد عن ذلك الخائن قليل الاحترام، ليس لديه شرف ولا ثقة. الشرف والثقة؟ لا تحدثني أنت عن الشرف والثقة. أو ربما تود صنع قرص رقمي عن حركاتي أيضاً، صحيح؟ في حال تركت فريق ناكاما. ذاك كان مجرد مزحة بين مدرب ولاعبه السابق. كنت أحاول فقط إجباره على ابتكار حركات جديدة. أجل. مهلاً، ما هذا؟ إنه مجنون. الكابتن تايجر، لما لا تعود إلى ناكاما منزلك؟ أنا في منزلي.